والرياضة، وكذلك السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة السلة. الشركة هي شركة كنشتغلوا عليها دي مدة سنة، وحنا في الاشتغال مع شركات كثيرة اللي كاينة غتكون جديدة في المغرب، ماشي هي هذه الشركة هذه ربما هي الأولى اللي غتكون على الصعيد الدولي. كاينين شركات جديدة جايين، وهذه اللي الأهمية ديالها هو أننا نديروا شركة مع واحد الجامعة اللي كتشارك في البطولة أوروليغ، يعني من أقوى البطولات العالمية، وعندهم واحد خبرة دولية كبيرة، لا من ناحية ديال التكوين ولا من ناحية ديال المنتخبات اللي عندهم كيشاركوا بها في أوروليغ. إذا الشركة كلها دايرينها من أجل ثلاثة ديال النقاط، هو تأهيل الجامعتين وفي تبادل الخبرات وفي التكوينات. إذا هناك غنبداو في التكوينات ديال المدربين والحكام، من بعد غيكون عمل ديال تبادل المشاركة في الدوريات اللي عتنظم في اسرائيل ولا اللي عتنظم في المغرب. هذا اللي يعطي واحد القوه ديال المشاركه، لان ما غنشاركوا حنا في دوريات قويه اللي غنصطدموا مع منتخبات عالميه من المستوى الرفيع. هذا يعطينا واحد القوه، واحد التجربه، واحد التكوين مستوى عالي. السله رجعات كره السله نسات الماضي، وكره السله رجعات في السنه الماضيه ورجعت المستوى ديالها العالي، لان كي كنشوفوا ان المستوى ديال كره السله الوطنيه وصل لواحد المستوى تقريبا اللي اكثر من اللي كان قبل، وهذا اللي كياكد بان كل شيء نسى الخلاف وكل شيء كيفكر في تطوير كره السله، وان شاء الله في المستقبل عما قريب غتشوفوا تطور حتى كره السله النسويه ان شاء الله. Je suis représentante officielle de la coopération Israël-Maroc dans le basketball. Je suis ravie aujourd'hui et honorée de pouvoir assister au premier match historique de tous les sports entre le Maroc et Israël. C'est un événement qui va bien sûr inspirer les nations, les peuples, parce que le basketball, c'est aussi, ce n'est pas seulement un sport, c'est un message qui comporte plusieurs valeurs, dont les valeurs du respect, de l'honneur, du partage. Et aujourd'hui, c'est un moment historique que nous allons fêter ensemble. J'ai eu l'honneur d'initier le projet de coopération, d'éducation, il y a un an. Ensuite est venu le football avec Monsieur Lagja et voilà l'association israélienne de football, et maintenant vient le basketball. Aujourd'hui nous sommes en train de fêter l'union de nos peuples et ça c'est extraordinaire. Voilà. Donc, le basketball c'est un sport national en Israël. Ils ont un niveau assez exceptionnel. Ils ont été bien sûr champions d'Europe. Et voilà, de tout, en ce qui concerne amateurs, professionnels, de tous les âges, et en espérant que cette coopération puisse amener aux deux fédérations le meilleur. La Jamia Al-Malikia Maghribia de Kourat Silla a fait un partenariat avec la Jamia Israélienne de Kourat Silla. L'objectif de nous est de travailler avec les jamias. Nous savons que la Kourat Silla israélienne est très développée. Ils jouent dans l'Europe League, à l'échelle de l'Europe. Ils ont un niveau, comme nous l'avons vu. المستوى ديال المنتخب ديالهم كان مستوى جيد، ولكن لاعبات الفريق الوطني المغربي كانوا في المستوى نظرا للتدعيم ديال الفريق الوطني المغربي بلاعبات مغربيات اللي كيمارسوا خارج ارض الوطن وبالضبط بفرنسا،
وهذه الديناميه كتدخل في اطار استعدادات الفريق الوطني المغربي للاستحقاقات الافريقيه والعربيه القادمه، وخاصه البطوله العربيه غادي تستضيفها المملكه المغربيه ان شاء الله في المستقبل. بالنسبه للمباراه كانت غادي تكون في مركب مولاي عبد الله، في اخر لحظه يعني رسال المنظمون على انه تنظم المباراه هنا في قاعه بوعزاوي، وكما لاحظتوا على ان المستوى كان جيد والجمهور يعني كان واحد الحضور لا باس به ديال الجمهور، نظرا لانه كان دعوات خاصه لهذه المباراه الشيء اللي جعل. ولكن المهم في هذا الشيء كامل هو اننا استمتعنا بواحد المباراه جيده ما بين المنتخبين المغربيين والاسرائيليين.